الحال. منجا والله صح. الحمد لله المانجا عجبتكم؟ الحمد لله. مجد. الف هنا وشفا. يا رب دايما نشوفكم كده مبسوطين وتيجوا عندنا دايما زي مانجة البيت مش كده؟ طب حضرتك الادفاع ولا هو؟ ادفع ايه؟ لا ادفع. ايه دي؟ 30 جنيه. بتوع ايه؟ بتوع الكوبايتين اللي حضرتك شربتيها وانت سعيده وانت سعيد. ده سليم محطوط. يا مدام في واحده مزمزين. حضرتك ما تقعدش تقول مدام ضايقتني من الصبح. يا مزمزين في انسه واحده مشي دلوقتي شربت دم مننا ومشت في حاسه عارضها. عندها الحساسه حضرتك قلت عندها الحساسه الالكترونيه المغناطيسيه للكارت. بتشرب وبتمشي ولما بيخلص الكارت بيبقى خلاص ما عندهاش فرصه ثانيه. عشان تبقى عارف حضرتك ملقوط دلوقتي. يعني ايه ملقوط؟ ملقوطه وانا ملقوطه وانت ملقوط والاخ اللي جنبي المتر ده ملقوط. يعني ايه ملقوط؟ بالعدسه. يعني ايه؟ في كاميرا حضرتك بتلقط بتوصل اهو عارفه حضرتك هناك في اداره بتصور كل ده وبننزل لك. يعني انا نازله لك دلوقتي اول ما لقيت الاخت بتشرب رحت نازله طوالي ودلوقتي نزلت لكم برده عشان اشوفكم ايه اخباركم شربتوا اتبسطتوا لقيتكم اتبسطتوا ادفعوا فلوس. ايه المطلوب مننا بالظبط؟ ايه درين هير وات درينك كريجا موت بطاله. شفتي ايه البطانه دي؟ شفتي حضرتك يعني ايه بطانه؟ الراجل ده من هولندا مخصوص علشان من المطبخ. نعم بطانه من المطبخ. دي غونتي ستاب يا باركير غوغه 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 اهو. يعني حضرتك واضح جدا راجل جاي من هولندا اولا مقيم هنا قاعد ده بياخد 3000 جنيه. احنا مالنا ومال ال 3000 جنيه؟ احنا مقسومين. يعني جنيه. حد يجيب ثلاجه ويحطها في على الرصيف ويحط فيها مانجا وفراوله وحاجات زي كده. يعني كدا. دي حاجه لقيناها في الشارع وقلنا لك خلاص شربنا ومشينا. انا معانا الفلوس وكل حاجه على فكره حضرتك. انا معايا الفلوس وكل حاجه واقدر ادفع الفلوس دلوقتي. طب ادفعها. فين هي الفلوس؟ ادفع الفلوس واشتري ثلاجه زي بتاعتك دي. فين هي؟ طيب فين مانجا ب 30 جنيه؟ انا معايا فلوس وكل حاجه واقدر ادفع ثمنها واقدر اشتري حضرتك كمان. معقوله كده؟ مش النيله اللي جايبه لنا ده جايبين ايه؟ زلطه ونيله. مين غوغه ومش غوغه؟ بتخوفونا احنا من حد؟ آه حضرتك بتشتمي عشان هو مش فاهم. ايوه بقشم. لا يعرف ولا ما يعرفش. انا مهمنيش. ما حدش استقرضنا. احنا مش قاعدين. غوغه 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 غوغه. ما بنفهمش في الكلام ده. عيبك انك مش عارف تتعامل مع الجنس الناعم. انا لا بعرف جنس ناعم ولا جنس خشن. انا بقى دلوقتي عايز امشي. 30 جنيه وبتاع ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. الله دفع حضرتك كل ما 30 جنيه. ايه يعني بتاعت ايه دي؟ ليه بقى حضرتك بتاعت ايه دي؟ ما انا بساله بتاعت ايه دي؟ بسال قدام الله. حضرتك اهو ليه حضرتك دفعت 30 جنيه في المانجا دي مع انها ممكن تشربيها بجنيه بره؟ علشان معموله بنظام الغوغه الهولنديه. يا سلام. يا سلام. غوغة ايدي هترجع لي شعري دي من تاني وسني ده تاني شباب. دي بورصه كاترو تاني. باركير غوغة غوغة غوغة. يا ستي غوغة دي ايه وقلت ايه؟ غوغة تاني. هتقولي غوغة؟ باركير هتبصيلي كمان تقولي غوغة؟ غوغة فيها غوغة تاني دلوقتي كمان؟ غوغة قولي غوغة. تعالي غني بقى غوغة غوغة بقى ونمشي. قول معايا تاني غوغة 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 تاني غوغة غوغة غوغة. يا بلا 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 بلا